الخدمة الإلكترونية لإصدار شهادات المنشأ. تلبية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المتمثلة في الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية، كانت وزارة الاقتصاد السباقة في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، حيث حرصت على أتمتة حوالي 90% من خدماتها، ومن أبرزها إصدار شهادات المنشأ عبر النظام الإلكتروني والتحرر من أعباء الإصدار اليدوي. وبهذا تكون الوزارة الأولى على صعيد مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي التي تصدر شهادة المنشأ إلكترونياً، توفيراً لوقت وجهد العملاء وبعيداً عن الروتين وتعقيداته. فبمجرد تعبئة بيانات الشهادات من قبل العميل في مكتب الشركة عبر شبكة الإنترنت ومن دون الحضور إلى الوزارة، يتم مراجعة تلك البيانات من قبل موظفي الوزارة في مكاتبهم عبر الشبكة الداخلية للوزارة. وفي حال سلامة وصحة البيانات، يتم دفع الرسوم إلكترونياً من مكتب العميل. وأخيراً، يتم استصدار الشهادة من الوزارة وفقاً لأعلى معايير الدقة بالإنجاز وسرية المعلومات. وبفضل هذا التطور، ارتفع عدد إصدار الشهادات من 200 شهادة إلى 1000 شهادة يومياً، حيث يتم إصدار شهادات المنشأ من خلال شبكة الإنترنت من كافة مكاتب الوزارة في إمارات الدولة ولكافة أنواع الشهادات. ومن خلال هذا النظام المبتكر، يتم توفير بيانات إحصائية مباشرة عن الصادرات الوطنية، إلى جانب حفظ البيانات في النظام، بما يسهل الرجوع إلى الشهادات التي سبق إصدارها، مع إمكانية دخول المستوردين الأجانب على النظام والتعرف من خلاله على أسماء وعناوين المصانع ومنتجاتهم. أما بالنسبة لعدد المستفيدين من الخدمة منذ انطلاقها وحتى الآن، فهو في تزايد مستمر، حيث يشمل كافة منتجي ومصدري المنتجات الوطنية، إذ لا يقل عدد مصانع المنتجات الوطنية في الدولة عن 1000 مصنع ينتج منتجات صناعية وطنية، إضافة لمصدري المنتجات الزراعية والحيوانية، وكذلك مصدري منتجات الثروات الطبيعية. بهدف نشر الوعي الإلكتروني وسهولة وصول الخدمات بصورة إلكترونية إلى جمهور المتعاملين، أطلقت الوزارة خدمة تطبيقات الهواتف الذكية آيفون وآيباد، التي تتضمن قائمة الخدمات الإلكترونية لتمكين المتعاملين من إنجاز الإجراءات بطريقة مرنة.